التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، كوميديا رهيبة يعني. لا بصراحة ضحكت كتير يعني. تلقائيين قوي، اللي هو مش حاساهم بيمثلوا، هم كلهم مع بعض كمان حاجة يعني مش هتتكرر تاني. استاذ اشرف عباية يعني انا بحب دايما الافكار بتاعته ودماغه دايما. عمرو ربيع بموت فيه، هو بوزقص. العرض جميل جدا واتبسطت جدا، عجبني الجديد فيها الفواصل اللي بيعملها الموسيقى دي اللي كانت حيه دي، حلوه قوي يعني، جميله قوي. كان ممتاز، ضحك متواصل جميله جدا، اتبسطت قوي قوي. كمان الجديده كلها اعتقد هيبقى لها مستقبل حلو قوي، عجبوني كتير بصراحه. اختيار موفق يعني، ممتاز. احنا على طول باجي العروض بتاعت اشرف عبد الباقي، وما ينفعش افوت حاجه بصراحه، لان عارفه ان هي نقدم حاجة حلوة وحاجة جميلة الولاد ممكن يتفرجوا عليها.